هلا بإدوارد الورد، هلا بيك، هلا هلا وهلا ومرحبا يا ميت مرحبا، يا أهلا وسهلا. هلا بأخي العزيز، اسلم عينك، نورت المحل يا يا عم. انت انور، اسلم. انت ايش قد تبيع، ايش قد تسوي هوني؟ انا ببيع سمبوسك عراقي مال بغداد. إيه سمبوسك عراقي مال بغداد؟ مال بغداد سمبوسك، وبيع كوبا يعني ابيع كوبا وسمبوسك. ايه وانا بقالي هون باسرائيل 72 سنة، يعني صار اسقط صار بغداد، بعت واشتريت وكنت مع العرب عايش. او كان كان العاش العيش مع ويا العرب ابوي؟ كان كانت العيش، اشلون كانت العيش مع العرب؟ والله انا بالاول عشنا احلى عيشة مع العرب. ايه وسر وكنا وشربنا وتونسنا معاهم، ومن صارت شوية الحرب ايه تبدلوا الجماعة. إيه؟ قاموا يقولون يهودي وما يهودي نسونا. والله نسونا يا عمي، الخايبين يهودي العراق، والله العظيم خايبين. يعني عندك حكي تحكي لي؟ كان واحد ايه بغداد اسمه احمد خضر. ايه وهذا احمد خضر ماشي بليل ظلمة. ايه وهذا احمد خضر اجوا اثنين بالليل قالوا له اسمع وقف، أي طلع اللي بجيبتك، طلع السلاح الذهب. هذا احمد خضر راجل محترم قوي. أي قالهم ضرب واحد منهم، ضربوه ضرب ضربوه هرب، راح على البيت، واحد وقع منه راح على الدار. قالت له مرته خير؟ عينك منفوخة، عجب القميص مشقوقة، خيرك؟ قال له والله يقول احمد خضر بالغدران صادوني، لنا خفت ولا قلبي رجب زندي سلاحي. اي صدق الله العظيم.